ذاتية. إن معظم الضغوط والتوترات منبعها إما حزن على الماضي أو خوف من المستقبل، وهما من أدوات الشيطان ليخوف بهما الإنسان. يقول تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ويقول سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وعلاج ذلك قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال الحسن البصري: والله لقد ظلمنا أهل الدنيا. قالوا: وكيف؟ قال: أكلوا فأكلنا، وشربوا فشربنا، ولبسوا فلبسنا، ولكنهم من الغد قلقون، ونحن برحمة الله مطمئنون. ومن أنشع وسائل التعامل مع التوتر والقلق الاستعانة بالصبر والصلاة وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقراءة القرآن، وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد أثبتت مئات الدراسات ما للإيمان من تأثير إيجابي على الإنسان جسدا وعقلا وروحا، وعلى تخفيف ضغوط الحياة وآثار التوتر. ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل في البكاء تخفيفا للضغوط، فقد اكتشف الدكتور ويليام فري أن الدموع الناتجة عن عاطفة أو حزن أو ضغوط نفسية تحتوي على كميات كبيرة من هرمونات التوتر والسموم لطردها خارج الجسم. بل وفي دراسات أخرى وجد أن البكاء يفعل هرمون الإندروفين، وهو بمثابة مخدر طبيعي في الجسم. أما العطاء فهو بحق سر من أسرار السكينة والطمأنينة، بل هو سر من أسرار الروح والحياة. فإذا أردت أن يفرج الله همك ويشرح صدرك فاهتم لأمر غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فإذا أحبك الله كنت بالله ولله وفي الله. أي راحة نفسية وعلاج للتوتر ذلك الذي يملكه المؤمن، بأن هناك ربا يرعاه، بيده ملكوت السماوات والأرض، أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. محسن الظن بربه امتثالا لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. مؤمن بأن الله يكافئ الصالحين حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مؤمن أن رزقه لن يأخذه أحد، إيمانا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وبمثل هذا الإيمان تتغير استجابة الإنسان لحوادث الدنيا وتقلباتها، فيصبح للابتلاء طعم آخر، بل يصبح صورة من صور محبة الله لعبده. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأكثر الناس ابتلاء الأنبياء والصالحون، بل إن الابتلاءات ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء قل حظه من إرث الأنبياء.